السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة انتم وعائلاتكم ووليداتكم ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هاد التحلية هذه، جات زوينة، جات رائعة صراحة، وجا المذاق ديالها يعني شي حاجة اللي هي ولا اروع. بالمونغ يعني كنا تنعرفوا يعني المونغ والمذاق ديالو يعني كيجي شي حاجة زوينة بزاف، خصوصا دابا المونغ موجود، يعني علاش ما نستغلوهش ونستعملوه في التحليات وفي العصائر ويعني في جميع الوصفات اللي هي كتجي لذيذة بحال هكا. كيف كتشوفوا التحلية زوينة بزاف، شكلا يعني كتجي رخامية، شكلها زوين ومذاقها حتى هو ما نعاودش لكم شي حاجة رائعة. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنسونيش من لايك للفيديو والاشتراك ان شاء الله في القناة اذا عجبكم المحتوى ديالها، وفعلوا الجرس اذا اشتركتوا فيها باش يوصلكم ان شاء الله الجديد ديالي. بالنسبه لي انا غنخدم جوج كريمات، كريمه ديال الليمون وكريمه ديال الحليب، غنخدمهم في ان واحد يعني في خطره، غنحاول انني نخدمهم في خطره باش يوجدوا لي في خطره، وبالتالي نقدر نمونطيهم ونحصل على الشكل الرخامي اللي شفتوه في المقدمه ديال الفيديو. بالنسبه للعصير ديال الليمون خديت جوج برتقالات، ما عصرتهمش غير نقيتهم وحيدت لهم دوك الخيوطه ديالهم العظم، وطحنتهم في الميكسور مع واحد نص سترو ديال الماء، صافي صفيتهم وحصلت على داك العصير. صافي غناخد واحد الحبه ديال المونغ وناخد النص ديالها فقط، وغادي نطحنو كذلك مره اخرى في الميكسور حتى نحصل على يعني خليط متجانس بحال هكا. الا كان الميكسور ما تيطحنش مزيان من الاحسن اننا نصفيه. صافي غادي نرجعوا الكاسرونه ديالو ونبدا نضيف باقي العناصر. هنا بالنسبه للسكر غادي نضيف 3 معالق ديال السكر في كل كاسرونه، والسكر كذلك كيبقى اختياري يعني الكميه، يا تزيدوا يا تنقصوا. صافي انا هذه كانت يعني الحلاوه ديالو يعني مضبوطه، جات حلوه ماشي بزاف، يعني الحلاوه كانت القياس ديالها مناسب. في الحليب زدت واحد نص معلقه ديال كريم باتيسير وغبره، هذا كيبقى اختياري، تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش. غير كنبغي ندير نضيف هذاك الكريم باتيسير في الحليب تيعطيه واحد اللذه. هنا بالنسبه للنشا كذلك غندير واحد 3 معالق في كل كاسرونه، 3 معالق مملوئين بالنشا يعني في الحليب وفي في البرتقال. صافي غادي نخلط هاد العناصر كاملين ونديهم يطيبوا فوق النار. ضفت واحد ساشي ديال الفاني في الحليب، كيف نقدروا يعني نديروا الحامض غيجي زوين بزاف، يعني كيبقى اختياري يا الفاني يا الحامض. انا ما كانش عندي الحامض صراحه، كان غيجي احسن واحسن لان الحامض كيتواتى مع المانجو مع الليمون. هنا غادي نخلط وغادي نحطهم فوق النار حتى يعقدوا ليا، يعني معروفه الطياب ديال النشا، يعني غير تغلى الكاسرونه نتسناو على واحد 3 ولا 4 دقائق بالما طابت لينا النشا ونبداو نمونطيو. انا جبت هاد المول هذا يعني عائلي، تقدروا ديروه فردي غيجي حتى هو زوين. صافي غنبدا ندير طبقات، طبقه ديال المونغ وطبقه ديال الحليب بهاد الشكل هذا. صافي راه تيجي المنظر ديالها زوين بزاف، وحتى المذاق ديالها كيجي يعني متموج، يعني تتلقاي بزاف النكهات في ملي كتبداي تاكلي فيها، يعني كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، راه شي حاجه رائعه. لما كانش المونغ نقدروا نديروا فريز، يعني نمزجوا بين كريمه ديال الفريز مع الكريمه ديال الحليب، يعني نبقاو نلعبوا بهاد التحليات بحال هكا، نضيفوا نكهات، نقدروا نضيفوا نكهه ثالثه لهاد التحليه هذه، يعني علاش لا، غادي كلشي غادي يجي زوين، خصوصا هاد الفواكه اللي كاينه دابا كتواتى مع بعضياتها بزاف. صافي تنستمر بحال هكا، يعني طبقه هكا حتى كنحصل على داك التموجات، ونحاول ما امكن انني نقادهم. ما كيتخلطوش، كتبقى كل كريمه بوحدها، كل طبقه بوحدها، فملي كتجي تقسميها تتلقيها معزوله. صافي خديت بحال هكا منين ساليت، خديت هاد المعلقه وحاولت انني ندير خطوط باش نشنفها من الفوق ونعطيها واحد الشكل. هنايا ساليت المونتاج ديالي،
خديت واحد الطريفات ديال المونك يعني كتذكير بان راه التحليه مخدومه بالمونك. صافي تنقدموها، من بعد ما كنخليوها حتى تبرد مزيان مزيان نقدموها بالصحه والراحه. غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. كنذكركم مره اخرى ما تنسونيش من اللايك يعني الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه والبارتاج الى امكن مع اصدقائكم واحبابكم. شكرا على المشاهده، وبشركم مبروكه مره اخرى. الله يدخل عليكم هذه العشر الاواخر بالصحه والسلامه وبتقبل لي ان شاء الله صالح الاعمال. وشكرا شكرا بزاف على المشاهده، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.